رفيق ما يهرج لان تحرجي علي حرمك صادق كنت تقول صنم تقول محنة تفصالة فيك رفيقك يعرف يسوي قهوة ولا يطلب منه؟ اي والله سي يسوي طيب أمانة رفيقك من وين اجي اجيب؟ بس منتج طيب اسمح لي بالرويد رفيقك يوم تحطون العصيرات اللي عليها برتقال من فوق دوب يشرب من العصير يعني دون يا اخوك رفيقك ما يسكت واجد اللي سالته قال انا طبيعي كذا ما سوني بالله رفيقك يقول فضفض لي احنا الحياه المستقبليه يا عيالك من فين تجيبون العلم هذا؟ اقول لك رفيقك كذا دخلت المطعم وقلت لك قال لا لا مالي نفس ولا قمت تتغسل وقلت للعامل حط التكاوي لا او لا شفطت المتبل يا اخوك يا غازي رفيقك ما يشغلك المكنسه شغاله 24 ساعه ولا قلت تعلمك النار قد قال انا احب النظافه أثار مشهور سناب شات السعودي غازي ثيابي جدلا كبيرا على صفحات السوشيال ميديا بعد تداول مقطع فيديو له برفقة أصدقائه وهم يسخرون من زوجته. وظهر غازي ثيابي في الفيديو المتداول وهو يجلس مع أصدقائه في المنزل ويتحدثون عن أمور الضيافة من قهوة وعزائم وتناول طعام بطرق خاصة بزوجته. وأثارت إشارة أصدقاء غازي ثيابي لزوجته غيداء باسم رفيقك استياء واضحا على الصفحات التي تم تداول الفيديو عليها حيث مازحه أصدقاؤه حول زوجته باستخدام هذا الاسم. وتحدث صديق غازي عن غيداء زوجة غازي قائلا رفيقك يوم يشوف علب العصير يقول لك بدي دوق بطريقة مثيرة للسخرية بينما واصلوا المزاح باستخدام هذا اللقب لدقائق. وعلق عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو المتداول والمأخوذ من سناب شات غازي ثيابي متفاعلين سلبا مع المحتوى الذي قدمه ناشط سناب شات السعودي. وقال البعض في تعليقاتهم عزتي لزوجته يا قلبي الله يجبرها في مصيبتها اللي مقابلة هالوجه وهالعقلية. قمة السماجة يتكلم عن أسرار بيته بالله هذا محتوى يشرف متأكد المسكينة بتطلب الطلاق ما عنده أصلا محتوى غير أهل بيته. وانتقد البعض غازي ثيابي في الحديث عن محتوى خاص وقالوا المبسوط أنهم يسولفون عن زوجته الغيرة معدومة مخليها محتوى الله يعين غيداء ويصبرها. رفيقك شريك حياتك ما تذكرها لا عند قريب ولا غريب رفيقك هي حلالك غيرتك هي دلالة حبك لزوجتك الله يعين غيداء اللي ما بقى أحد ما خدها محتوى.